بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في كل بقاع الدنيا، وهذه الحلقه الجديده باسم الله وقايه الجبار. نشوف بقى كده الافلام اللي عندنا. بص كده في الفلو بريفنشن ده حاجه اسمها منع الرشح او منع البرد، بروتكشن يعني حاجه من الوقايه. اول حاجه بنتكلم عليها هنا اللي هو كيب هاندز كلين، اغسل ايديك جيدا، اغسل ايديك جيدا، صليت على النبي، اغسل ايديك قبل بعد الحمام، على الاقل تخرج الحمام تغسل ايديك، هتتوضى اغسل ايديك، صح؟ قبل الاكل اغسل ايديك، صح ولا لا؟ متفقين. الحاجه الثانيه اللي هي كفر يور ماوس، لو لقيت حد بيعطس ولا حاجه ابقى غطي وشك، كفر يور ماوس اند نوز. طيب بعد كده تعالى هنا، دونت تاتش يور فيس، لما تلاقي ناس مشكوك فيها او حد كان بيعطس باستمرار و و و وهو لمس مكتب ولمس حاجاته كده، مفيش داعي ان انت تصافحه او تلمس الحاجات بتاعته وبعدين تحطها على وشك او على عينك، على طول خش اغسل ايديك سهله. انا اقول لك على حاجه غريبه جدا، لسه بيسالنا زميل من فريق الاعداد، احنا عاوزين مطهرات في البيت رخيصه، لانه ننزل نجيب الديتول الازازه مش عارف قد كده ب 28 ب 40 جنيه ب 50 جنيه، انا اجيب ب 50 جنيه اكل ولا اجيب ب 50 جنيه ديتول؟ طب انا بقى اجيب مطهرات ازاي؟ بص يا سيدي الفاضل، اطهر الطهور الماء، خلاص؟ ها النبي عليه الصلاه والسلام كده كان بيقول للناس اطهر الطهور الماء ولا الايه، ولا الماء مش طهور؟ يعني يكفي انك تغسل ايديك بالماء بس. اه طب افرض ان بقى ده فيها دهن وفيها كذا، صابونه، اي صابون بقى سهله، يعني في صابون سائل نقطه كده لو ما يكونش عندك حساسيه، او الصابون بتاعنا العادي السوليد ده. في حاجه تانية سهله جدا، لو انا جبت معلقه ملح في شويه ميه، معلقه ملح بتاع الاكل في شويه ميه، ايه رايكم ده مطهر؟ ده قنبله بقى، مش هيطهر لك ايديك بس، ده انت ممكن تعمله قطره لمناخيرك لو مسدوده، ممكن تعمله يعني غسيل مهبلي لو في التهابات وافرازات مهبليه. طبعا الناس بيبيعوه دلوقتي في اكياس في الاجزخانات، ويقول لك ان ايه ده، في استايل سيستين وصلاين ومش عارف ايه، ده عشان تنظف مناخيرك وتنظف الايه الرحم، خلاص. طيب يبقى محلول ملحي، يبقى المحلول الملحي مطهر ومعقم. وايه كمان ممكن قوي لو انت عايز اقوى ديسنفكتنت مالوش حل، معلقه قرنفل في كوبايتين ثلاثه ميه، معلقه صغيره، ده قاتل لكل ما يخطر على بالك من فيروسات وبكتيريا وطفيليات وفطريات. والا بقى لو دفيته في حاجه تانية قاتله يعني قلت لك اهو، ملح ميه بس، وميه بملح، ها، وميه بقرنفل، وميه بصابون، ها. لو عندك اكتر من كده بقى يبقى في المعقمات الجامده بقى، معلقه مر بطارخ على شويه ميه، ها. بس انا عايز اقول للناس ان نظافه الاسطح مش معناها تطلع على الكراكيب وعلى الدشات وعلى الزباله وترش عليها شويه كحول او ترش عليها شويه ديتولو كلور، انت كده بتضحك على نفسك. لا لا، تشيل الكراكيب يا استاذ، نظف السطوح، انما السطوح سطح البيت او سطح العماره مليان زباله، والمنور مليان زباله، وترش لي شويه، انت ايه العبط ده؟ يعني عايز اعرف تنظف زي ما نقول ايه، انا دلوقتي عايز احط برفان او كولونيا او احط عطر، بايديا كده مش نظيفه وشي؟ طب ما تتوضى وبعدين تحط، عايز اكوي البلطو اعمل ايه؟ يبقى قبل ما تكوي اغسله، قبل ما ترش الاسطح وقبل ما ترش ما تنظف، ده الناس خايفه تنظف. طيب يبقى دونت تاتش يور فيس، ما تلمسش وجهك اذا شكيت في الايه، في الانفكشن او شكيت في حد معدي. طيب بعد كده بقول لك ايه، سمايل اند لاف، اضحك واضحك من قلبك، علشان الضحك بيرفع مستوى المناعه، يعني الحزن بيوقع والياس. عندنا ناس كل ما تقعد، شفت كم واحد مات من الفيروس، شفت اللاجئين 5 مليون قاعدين في العراء، شفت الحرب، تقعد معاه، شفت الحادثه اللي في ناس كده، والعياذ بالله شؤم، والله العظيم لا يبحث الا عن المصائب، ده لو قعدت معاه شويه هتكتئب، لازم سيبه تمشي، قول له اسف انا مش ما عنديش استعداد اعيط النهارده، السلام عليكم، انا النكد بكره النكد بكره، سواء اخ سواء زوج ابن بنت، في ناس كده نكد لازم تبعد عنها، والله العظيم لو قعدت مع الناس النكد لا يصيبك احباط، مش بس الناس النكد، ما في قنوات نكد، تسمع برنامج كده والخراب والمش عارف، يا عم ايه ده، ده انت اديتني شحنه يعني سلبيه، هنام ازاي؟ يعني جيلي ضغط او سكر كده. فللاسف الشديد لا تطيل النكد ولا تطيل الحديث النكد ولا تسمع قنوات نكد، يعني بالراحه شويه علينا، لان احنا اتهرينا. حالات شفاء من كورونا فيروس، ربنا يكرمك، اللي اصيبوا في الصين اكبر دوله في العالم كانوا 60,000، اللي توفوا كام؟ 3,000، والباقي ريكفري خف،
خلي بالك معايا، خد فترة الحضانة بتاع الميكروب وخف، ما هو ما ماتش يا جماعة. نيجي بقى بعد كده لإيه السمايل، بعد كده إيت هيلثي، كل صحي. يبقى أنا عندي استعداد للبرد، مش هقدر أكل شيبسي ولا أشرب كولا ولا أكل. وفي تدليس على الناس، يعني الناس بتموت ويجي لها فشل كلوي، وناس يقول اشرب تفرح اشرب، ما انت عارف انه بيشرب بيجي له فشل كلوي، ويبقى الراجل ماشي ومعاه ازازه ومدي ابنه او بنته ازازه، يقول له خلص الازازه، والله العظيم بتعمل فشل كلوي. انما الناس في الطراوه، يعني كفايه على واحد، كفايه على الناس اللي جايه تشتكي من عندي فشل كلوي، والله العظيم اول ما تلاقي واحد معاه كيس شيبسي وازازه كولا ومش عارف وشويه هوز وشوكولاته خلاص، ويجي يكلمك بقى طب والبيتزا، طب والتيك اواي، طب والمعجنات، طب ومش عارف المكرونه الاندومي، طب وشوربه، كل ده والله العظيم بيعمل امراض. فلو انت اكلت ده مستحيل تخف، مستحيل تخف. اكل صحي ونوم صحي. الاكل الصحي يبقى شويه شوربه لحمه وفراخ طازه، ها شويه سلطه خضراء خس وجرجير وجز، اوعى تاكل من غير سلطه. وبعدين عندي شويه رز او مكرونه فريش، وعندي حته بروتين فريش، سمك او فراخ او ده الاكل الهيلثي. وعارفين كل العالم كده والله العظيم، يعني 200 ل 400 جرام فاكهه وخضار، 200 ل 400 جرام رز او مكرونه، 100 جرام منتجات البان زبادي او جبنه قريش لازم على الاكل عشان تبقى هاضمه، و100 جرام ايه بروتين اللي هو سمك او فراخ او لحم، يعني فيما لا يتجاوز حجم ايدك. لكن ما اقدرش اكل 3 4 سمكات، كل سمكه قد ايدي، زي واحد يقول انا باكل كيلو سمك في الوجبه، ليه الافتراء ده؟ يبقى هيلثي فود ايت هيلث. وبعدين اكسرسايز، اذا لم تمارس المشي لازم تمشي، رجال ونساء واطفال، نروح نشتري حاجات ونرجع، نروح الجامع ونرجع رغم انف الحاقدين، لازم تتمشى. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا، كلما غدا او راح. كل ما تروح الجامع ربنا يجعل لك كده في كل خطوه سلامه، كل خطوه حسنه. ها من غدا الى المسجد او راح اعد الله في الجنه نزلا. الحمد لله مساجدنا عامره، حبيب قلبي مساجدنا عامره، وانا بصلي الجمعه رغم المطر ورغم السيل ورغم الغرق اللي غرقناه، اروح لقيت الجامع الاخر مليان. بسم الله ما شاء الله قوه الا بالله، الناس لا يصدها عن الله حد ابدا. احنا كل الحكايه بنذكر الاجيال اللي جايه بالله، في عيال كتير في مستوى اعدادي ما بيصلوش، وبنات كتير في مستوى ثانوي ما بيصلوش، وفي ناس في مستوى جامعه ما بيصلوش، ما بتذكر بعض بقى. جاي وباء، اللي جاي الوباء نقول له ربنا ما وجعتناش، ولا نستنى لما يجي المرض نتوضى بقى؟ وقايه، بيقول لك اغسل ايديك اتوضى، ولا ايه رايك؟ اغسل ايديك ووشك، طب ما اغسل ايديك ووشك وايديك الى المرافق واغسل رجلك، فيها حاجه دي؟ بعد كده بيقول لي اكسرسايز، اعمل تمرين على الاقل نص ساعه كل يوم. بعد كده استي هوم اذا كان هناك انفكشن، ها اذا كان هناك فيفر، اف يو ار فيفر استنى 24 ساعه، وما تستخدمش كمان الميديسن اللي هو ريديوسنج ميديسن، يعني ايه؟ ما تستخدمش مخفضات حراره، يعني شوف الحراره دي بتاعتك لمده 24 ساعه نزلت لوحدها وانت عرقت كده والدنيا عرقت وجهازك المناعي انتصر ولا لا؟ زاد عن 24 ساعه لا لازم توجه للمستشفى. ما هو خافض حراره مضاد حساسيه بعد 24 ساعه ليه؟ صلى على النبي. اقول لك على حاجه غريبه جدا، انت دلوقتي لو اصبت بفيروس مين اللي هيقضي عليه؟ جهاز المناعه بتاعك. حلو، انت المطلوب من حضرتك في الاول انك تنام كويس بالليل 10 12 ساعه وتعرق وتشرب سوائل دافيه، عشان الناس بتحتقر السوائل الدافيه. ما علينا، جهازك المناعي يقظ الدور خلص، زي اجدادنا شفتهم بعناية بصلايا وفص ليمون وشويه دقه بتاعتنا، الدقه دي عليها توم وعليها كمون وعليها ليمون بقشره وعليها شويه خل وشويه دقه بميه سخنه، الدقه دي طعمها لذيذ جدا، بنحطها على الكشري على السمك على، مش كده ولا انا بكذب؟ والعيال الصغيره بتحبها تشربها بالمعلقه، الدقه دي وقايه من الفيروسات. فاللي انا عايز اقول لك عليه انه اول حاجه ادي الجسم فرصه، انا مش اول ما اجي اشعر بالحراره هاخد خافض حراره وبعدين توقعت لي المناعه كده، اديني فرصه الاول جهاز المناعه يتعامل. ما عرفش جهاز المناعه يتعامل لا هروح بقى اتعالج. كلام واضح وجميل. بعد كده عندنا هو انفلونزا از اونلي از ذا اونلي ريسبيراتوري فايروس اللي هو بريفنتبل فاكسيشن او فاكسينيشن، ده بعض انواع الانفلونزا اللي ممكن يبقى لها فاكسين، لكن اغلب الانواع ملهاش. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.